لصالح نجران. تقدم وكرة عرضية تمر الجهة اليسرى، كنترول، محاولة من اليسار، التقدم لصالح نجران. كوتينو ولا هذا؟ هذا في تور، في تور، تمريرة خطيرة، الله، جول أول لصالح نجران، يأتي عن طريق كوتينو داخل منطقة الجزاء من كرات بينية، من تمريرات جميلة. هذا اللاعب البرازيلي الشاب 21 سنة، في الكرة الماضية، في اللقطة الماضية، شوف الكنترول والتقدم من الجهة اليسرى والمحاولة والتمريرة اللي كانت، وهروب هروب هروب لكوتينو ووضعها في الزاوية البعيدة على الربيعي. هدف أول، هدف أول لصالح نجران. تصعب المباراة على موسيماني الآن، تصعب المباراة على الأهلي. ومن أمام الشمري ممكن هدف تعادل للأهلي، ممكن الشمري يحطها، جول أهلاوي، جول أهلاوي، المقرن يسجل من ركلة الجزاء. نعم، سنحيا بعد كربتنا ربيعاً كأن لم نذق بالأمس مرة. يا جمهور الأهلي، شوف شوف الكرة، وشوف ركلة الجزاء، وهيثم في انطلاقة، هيثم في كرة لكن تتخلص، عادت إلى هيثم، الله على إصرار، ويقترب من هداف هذه المسابقة. ممكن ممكن المقرن يسجل من ركلة الجزاء الهدف الثاني لصالح الفريق الأهلاوي، ليفرح هذا الجمهور بهذا التقدم، بهذا الهدف. والله والله تعب الجمهور الأهلاوي، تعب الجمهور الأهلاوي، يساند ويؤازر طيلة 90 دقيقة، ثم يأتي الهدف عن طريق ركلة الجزاء. المقرن هذا لعيب، يعني أنا شهادتي فيه مجروحة، بهدوء داخل منطقة الجزاء دائما، وحتى في تمرير ركلة الجزاء، شوف يخادع حارس المرمى ويأتي بالهدف الثاني لصالح الفريق الأهلاوي. الأهلي إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة سيصبح لديه 12 نقطة، حسام أبو داود وصمد، يا الأهلي، وتاريخ الأهلي تاريخ كبير في المدينة.